مشكلين يسكنوا في طريق وغران هاي اخوه ابو فطه كتم لي عند الباب تاعنا في البلوك حتى جا هذا سحنون احمد رحمه الله حبسه صاحبه بالسياره كانوا يخدموا صباح كي جاء على الخمسه جاء عندي ديرك مسكين هو البلوك كان مريحين كي عندنا مريحين اللي مشكلين غادي نطلع ندوج ونجي طلع ساعه نزيدو شويه كي جيت خارج من الباب رجال الشرطه جاو جايين حيت حيت رافدين مطارق هما خمسه ومعاهم امراه جاو ما قدموش حتى رواحهم باللي حنا رجال الشرطه السيد ضربوه ديريكت في الراس حنايا كي طاح داروا له لي مينوت كانوا داخلين عليه بالمطرق انا خفت فحت كي هربت داروا له لي مينوت ركبوا في الكات كات وقاعدين طايحين فيه بالصبعه حتى هو كي هودوه تحت السونترال زادوا كملوا عليه في السونترال زادوا كملوا عليه قعدوا يضربوا فيه ضربوا فيه حتى الروح تاعنا راحت في السونترال هو قال عيطوا البومبيه جاو داوه من السونترال وهذه ماهيش مش دوله قانونيه كي طاروا عليه جيفوه قاعد يقول له خرج شركالي هو يقيوه هو مسكين قام جيف هو فما ساي كي جاف عرفوا العاد بلي الموت دخلاته قاعد يقول لهم راني باغي نموت راني باغي نموت عرف بلي روحه باغي يموت ما قلت هذيك اللي كانت معاهم واحد البوليسيه قلت له موت الناس كيما انت ما يصلحوا لوالو وقعد طايحة فيه بالمطرب والتالي خبطته بركلة في الراس وهذه راهم شاهدين عليهم الحي كاع كيما راه دايره شاهد عليهم جواري بالنسبه للرجاله خويا ركبوا معاه واحد راه كاين هنا دوك نجيبوه لكم ركبوه لقفوه معاه من شافوه في الطريق باللي غادي يموت نزلوا لك السيد قالوا له روح نزلوا لك السيد قالوا له روح دوك نطلقوه هودو هو مات لهم في الطريق بالك زادوا فين قاعدوا بلي طايحين فيه في الطريق مات لهم في الطريق الغاو البومبيه داتها من الطريق داتها البومبيه من داتها للسبيطار جا الطبيب كان فما شافها قال لهم هذا راه ميت قال لهم انا ما عندي جبتوه هنا ميت قال له غير سيني وصاي قال لهم انا ما عندي ما سيني وداك قلع في الطابليته الطبيب وهرب وكاين اللي تيهرب في لوبيطال بلي هذا الطبيب هرب قلع طابليته وراح قال لهم انا ما سنيش قال لهم هذا جبتوه لي ميت ما عندي ما باو زعما يقول بلي جا حي وفي السبيطار مات دوك راه ضد لينا لما نشكو لما نشكو من الام طايع فينا لما نشكو ما عندناش اللي بنشكو نشكو الرب نشكو ربي نشكو الاله هو اللي ياخذ الحق هذا ما عندي نشكو ربي ونشكو فاني للدوله تجيبنا دم حقنا الدوله ما عندناش دوله تشكيل الدوله ما عندناش عاميها الدوله لو كان نشكو للدوله ما ضربناش فيها ما تقتلناش ولادنا يعني راه يقول لك ما صوتناش وماشي ما تلاقى اللي قتله هذا الدم مين جا هذا مازال ما خدمناش كاين لي زاناليز هذيك لابسها من تحت كاين لي زاناليز راه في الديميتريس عندنا كاع الامكانيات مازال ما خدمناش هذا دمه قال لك ماشي مضروب قال لك ماشي المطرق اللي كاتله كاشي هو اللي كاتله اعطيني هذا مين جا بالراس بس انا درت الدم تاعي انا حسبي الله ونعم الوكيل ويخلصوا هادو الناس اللي داروا لها كيما هكا انا باغي انهم يخلصوا كيفهم كي شعبي كي تلقى في شعبي يقتل شعبي وتعطيه المؤبد ولا الاعدام هذا ثاني تعطيه المؤبد ولا الاعدام تشرع عليه كيفك واحد شعبي مشيت كاموفلي عليه زميل شرطي تتعدى للطبيب الو سني رابور باللي ما فيه والو الو مشي مضروب هذا هي كلابسها هي مات مات اه يا مشي رجال شرطه داو المستشفى بومبيه قطعت لها في الطريق رفدوهم الطريق بدولهم في الطريق بدولهم في الطريق البومبيه بومبيه الشرطه اللي داتو منا كيما داتو في الطريق مشي الشرطه اللي داتها للمستشفى قدموا به شويه عاد عيطوا البومبيه قال لك لا قولهم في الطريق مازال كاين بومبيه ثاني ولا ما دوروش البي في تاعهم اش فيها فلان وفلان الو بدل النيميرو بلا هذيك الهضره حنا واقفين كي دار هاك قالوا لها السكري صاحبي كان واقف هنا قال السكري السكري خرج خرج اللي خرج قبضوها لهيه طاحوا فيه بالمطارق في الراس في الوجه
في الكتاف في الظهر في الكرعين بعد داروا له لي مينوت وطاحوا فيه وجات ديك الشيره ثاني قالت لهم زيدوه ضربوه قالها ابو يا خي ما عندي والو طلقوني ما عندي والو فتشوني ها ما عندي والو قالها بلي ضربوه ضربوه قالها دوك تقتلوني قالت له موت موت كي الكلب حاشاك وسمحوا لي قالت لهم موت ضربته بركله ضربوه بكرعيهم ما خلوش فيه هو يتوغ ربي اللي خلقه ورفدو بلي ما ينوض جربو والميت جربو في اللوطور ركبو الفوق قاعد يقول هاي هاي ما عندي والو ما عندي والو قبلو ما خلوش فيه ما خلوش فيه طاحوا له في الراس وقعدوا بالمطارق بالطارق ليا ليا المراه هي معاهم هي ثاني شرطيه مش عارف شنو تقول قالت لهم زيدوا ضربوه وقتلوه قتلوه زيدوه زيدوه ضربوه ما تخلوش يعيش ضربوه وتحدى في فمه ويجيفوا فيه جيفوا من قبضوا منه قعدوا يقولوا له باللي جبت شصرت استاذ شعب الخضر يجوا منه يفوتوا يطلعوا منه باسكا هذو بيعوا عليه جوا منه جوا تخلتوا له منه جوا قاعد يتخلتوا خرجوا بغايا قبضوه خرجوا منه قاعدوا طاحي فيه بالمنطقة هنا ايو شربوا هلا جافة الدواء الهيدا والاخر اللوطب عودوا هودوا وين شربوا هلا جافة هنا يا قدامكم هنا يا مشربوا فيه قدام الناس الناس كيف تشوفي كيف كانوا يشربوا هلا جافة شنا يشربوا فيه في هلا جافة رغوة باش يتغير حسبوا سرعة حاجة يشربوا الرغوة باش يبغى يتقيس اماكن هو ما شربوا بالمطرق وبالبوطة أستاذ فمار الهيدا في الاخر فوري اللوطب قالوا له قال له بلي يعطيني شرب الماء قال له لا خليه يموت فيما ما يشربش انا كنت نشري ومين جيت كان قاعد هنا مسكين قلت له خير وطلحت للدار فيما طلحت للدار وطلحت طليت شت الشير مسكين قابضينا قتلوه طايحين فيه قتلوه بالمطرق مسكين قتلوه وقول وراك دايرها قول مسكين هو ومين طلعوه مع الدرج طلعوه كاع ميت مسكين وصفر وين شربوا له لاجافال لاجافال ما شتش غير هذيك المراه البوليسيه نزلت كي نزلت طلعت كمامها وقالت له بلي وقالت له وخر عليا ما شتش لاجافال شدهم مين طلعوا فيه شد هذاك بوليسي خشينا مش عارف قتلوه بالمطرق منا مسكين هاك منا مسكين وهو ميت ورافدين له باكيته تاع الدخان والشيره قاعده طلعت منه من قالت لهم وخرواني لي هنا اللي جايه لي ما سمعتهم يضربوا ضربته هي وقفت هذا كون قاعده طلعت فيك مامها مزح لي ضربوه الاخرين هذوك اللي شغل انا ملي تسمع الطم انا ياسين ودخله جا طالعين من الارض قذبوه جاوا خفتشوا ما صابوا عنده والو راحوا المسكين طاحوا فيه بكتبيات بمطارق قلق دخلوا القرعه في فما لخش اخو قال له حل فما يا ما صابوا عنده والو قيا طلبوا ضربوه يا غدي مي جاي يعاود ما يبغى يعاود عاودوا طاحوا فيه رزقوا داروا لا لي مينوت ضربته شي راه كنت على الراس وداروا له 2 مينوت جاي عاودينو ضربوا له كيروا له 2 مينوت من بعد وقفوا فوق الصور مسكين وقعد كان قاعد يشوف فينا واش قتل احمد ها واش قتل احمد قتل واش قتل احمد واش قتل الشرطه زعما شكون قتله زعما كي مخدرات مات بلا طورتين مخدرات جيبوه مخدرات قاعد على الفيرو جيبات عبره دبرت لها الفيرو